الارميني، هذا هو ميخيتاريان يعني كبير هدافي المنتخب الارميني ب 12 هدف، لكن اكثر من مثل المنتخب الارميني يبقى طبعا سيرجيو اوسبريان. كان هناك كره ومحاوله مرتده خطيره في المرمى، ارمينيا تسجل، ارمينيا باول الاهداف في هذه المباراه، 1-0 اذا لمصلحه المنتخب الارميني، 1-0 في الدقيقه 37. شوف الكره المرتده اللي كانت ايضا من وسط الملعب، كان فيها تمريره خذها، وبالتالي التسديده اللي مرت بالتالي طبعا من حارس المرمى خالد عيسى، ليكون ليفون هايرباتيان هو من يسجل اول الاهداف، اول الاهداف لمصلحه المنتخب الارميني. 1-0 1-0. على فكره هذا الهدف يعني تاريخيا يحمل الرقم 100